احمد عزت احد الضباط بمركز الجماليه. الاضراب اللي انت عامله ده اسبابه ايه؟ ممكن اعرفها؟ هو اسبابه اساسا تتلخص في يعني مطلب بسيط جدا وحق اصيل واساس لكافه الضباط مش ليا انا وافرادي. الحق ده تم سلبه بعد كان سبق ان هم تم مدينا يومين اجازه دوريه مقابل العمل الاسبوعي، 5 ايام عمل اسبوعيه، فتم منحنا اليومين الراحه دي اللي كانت يعني مختصره مننا في عصر النظام البارد، وتم تحقيق مكتسبات الثوره ورحنا طالبنا بيها من سنتين مضت، وتم تحقيق مطالبنا ومنحنا يومين راحه اسبوعيه. جينا الايام الاونه الاخيره اللي احنا فيها دي تم اغتصاب هذه الحقوق مره اخرى وسلبها، وكان بهذا العمل هو اعاده بناء النظام البائد السابق برضه عصر حبيب العدل. ما زلنا برضه بنعاني من ممارسات الاستبداد وممارسات القهر وممارسات الطغيان والتنكيل بالضباط. ما زلنا يمارس علينا هذه الدخول عشان هم لكي هم يوصلوا الى مناصبهم ولكي يلمعوا ولكي يزيدوا شهره، واحنا ما زلنا نستخدم سلالم الامجاد للصعود على اكتافنا، وظباط بتموت وتستشهد وهم في مكاتبهم وفي مناصبهم، ما حدش اساسا بيسمع ما بينزلوش في الميدان ولا بيستشهدوا، احنا بس اللي بنموت. والحصيله النهائيه ان هم عايزين اعداد للظباط تموت اكتر ويتنكلوا بالظباط اكتر. فاحنا طبعا يعني طالبنا بالمطالب دي ان احنا ناخد حقوقنا، وطالبنا بيها عبر القنوات الشرعيه، وطالبنا بيها عبر جهه الاداره كما هو متبع، لكن مفيش حد عايز يسمعنا. يعني انت طلبك ان الراحه ترجع يومين في الاسبوع. بص، وتحقيقا للعداله مع الفرد اللي بياخد يومين عمل في الاسبوع مقابل 4 ايام. تمام. احنا قاعدين صامتين وبنطالب بحقوقنا في صمت، وهم ما زالوا بيمارسوا الاستبداد علينا، لكن الصوت العالي في الوزاره هو اللي بيتم الاستجابه ليه من قبل الفرد الشرطه. الفرد الشرطه ما بياخدش حقه الا عن طريق الصوت العالي. فرد الشرطه بيشتغل في الاسبوع يومين، ويومنا 4 ايام راحه اسبوعيه. ضابط الشرطه عايزينه يشتغل 6 ايام في الاسبوع، 6 ايام في الاسبوع ومقابل يوم واحد. فين رساله الشرطه تجاه اسرته واولاده؟ اذا كان ضابط الشرطه رساله في المجتمع، إذن فأسرة الضابط هي أيضا رسالة في المجتمع لابد أن الضابط يؤديها، وإلا فسدت وبالتالي قد يفسد المجتمع أيضا. طب أنا عايز أعرف، أنت بتقول أن في تهديد جالك فلما أضربت عن الطعام امبارح صباح اليوم الساعة 1، مفيش حد كلمني من القيادات ولا حد اطمن علي ولا حد ظن، إلا زملائي طالبوا بنفس الحقوق وتضامنوا معايا. كل اللي عملوه القيادات ان هم ارسلوا تهديدات ليا من قبل السعيد، من قبل العميد السعيد النقيب امير الوكيل بلغاني عن طريق بلغها، لكن هو مش تهديد. الملازم امير الوكيل بلغاني امبارح، قال لي على لسان وتعليمات العميد السعيد عمار انك انت لو استمرت باضرابك عن الطعام هيتم ايقافك على العمل ومجازاتك والتعسف ونقلك، وهيتم ايضا اي ضابط هيحاول ان هو يعمل العمل ده او يحاول ان هو يعتصم او يضرب عن الطعام هيتم ايقافه هو واخر. وكان متواجد الضابط الملازم عمر الامير متواجد وشاهد على هذا التهديد. فبدل ما يطمن عليا ويكلم الضابط مثلا يقول له طب اديني الضابط شوف مطالبه ايه المشروع ديت، يبقى له تهديد من غير ما يعرف فيه ايه. هو عارف اساسا ان احنا عايزين ايه. يعني انت طلباتك اصلا الراحه معروفه، ترجع يومين عشان حقوقكم وحقوق الاسر. وبعدين احنا اساسا بنعمل في مناطق نائيه زي ما انتم شفتوها، بعيده عن المنصوره 2 ساعة واكثر من 2 ساعة وتبعد 70 و80 كيلو عن المنصوره، عن يعني اليوم المنصورة. اللي بتاخدوه اجازه بيروح، اليوم اللي بناخده ده يعتبر يوم للسفر. ما بالك الضباط اللي هنا مقيمه؟ طبعا احنا مقيمين، يعني طبيعة عملنا تتطلب الاستمرار في العمل مدار الأسبوع، فطبيعي إن المفروض عليها راحة تترتب على أيام العمل دي. وفي ضباط من القاهرة ومحافظات أخرى بتبعد 200 و300 كيلو وبيقعدوا 7 ساعات سفر متواصل، إزاي يمنح يوم في المقابل الفرد ويمنح 4 أيام رغم إن هو بيسكن بينه وبين مكان شغله ربع ساعة و5
وكيلومترات بسيطة وبيمنع 4 أيام أسبوعية. ليه؟ لأن هو بيطالب بحقه بالاعتصامات وبالإضرابات وبمخالفة القانون، لكن إحنا عشان بنطالب بمطالبنا وبنطالب مطالب جميع مؤسسات الدولة بتاخدها. مؤسسات الدولة كلها بتمنح يومين في الأسبوع، كلها بتاخد حقوقها ما عدا ضباط الشرطة. جهاز الشرطة ما عدا الضباط بس، جهاز الشرطة كله بياخد حقوقه من أفراد الأمناء لعامل مدني، لكن ضابط الشرطة الوحيد اللي ما زال يتم التنكيل بيه عشان هم يلمعوا ويقال عليهم إن ضباطهم بتموت وضباطهم بتستشهد وضباطهم بتمارس أعمال. عايز توجه رسالة بقى أخيرة تقول إيه؟ أنا أودي رسالة إن أرجو من السيد الوزير وأرجو من القيادات إن تعامل ضباطها بإنسانية أكتر وتشوف حقوقها ومعاناتها وليس بالاستبداد والقهر وسلب الحقوق. لا، واللي ده بيتعارض مع الدستور ويتعارض مع الشرع. طب والإضراب ده مستمر؟ أنا مستمر في إضراب عن الطعام حتى الموت. إذا لم يتم تحقيق مطالب المشروعة اللي هي كفلها الدستور وكفلها الشرع، فلا قيمة للحياة إن أنا أعيش وأنا مهدر كرامتي وأنا مسلوب حريتي وأنا ماليش حقوق. لا قيمة للحياة عندي. تمام.